السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين الصف الثاني الابتدائي في هذا الفيديو الجديد والدرس الجديد لمادة العلوم العامة. درسنا اليوم يا شباب كيف يمكن أن آكل باعتدال؟ درسنا في الدروس السابقة يا شباب الأكل الصحي أو الطعام الصحي الذي يجب أن يكون منوعاً ويحتوي على جميع المجموعات الغذائية. ندرس اليوم يا شباب أنواعاً أخرى من الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر أو الدهون أو الملح. نبدأ بالصورة الأولى يا شباب. هذه صورة لوجبات سريعة فيها بعض البرجر والبطاطس والبيتزا والشيبس والمشروبات الغازية مثل البيبسي أو الكولا. هذه تسمى وجبات سريعة. هذه الوجبات يا شباب غير صحية لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الدهون أو الملح أو السكر. فمثلا في البرجر أو النقانق تحتوي على زيوت مقلية في زيوت. إذن هذه الزيوت من الدهون وهي عندما تكون كثيرة تكون ضارة بصحة الإنسان. والأمر نفسه مع البطاطا المقلية. أيضا تقلى في الزيت ويوضع عليها كمية كبيرة من الزيت ويوضع فوقها بعد أن تنضج الملح، إذن تحتوي على كمية كبيرة من الدهون ومن الملح. الصورة التالية لمجموعة من الحلوى أو الدوناتس، والدوناتس تحتوي على كمية كبيرة من السكر، وهذه الكمية الكبيرة تكون ضارة بالجسم إذا أكلنا منها كمية كبيرة. الصورة الثالثة أيضا لنوع من الوجبات السريعة البرجر والبطاطا المقلية والمشروب الغازي، وهي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون ومن الملح ومن السكر أيضا. الصورة التالية هي مجموعة من الحلويات المنوعة، وهي تحتوي على كمية كبيرة من السكر، وأيضا يوجد البطاطا المقلية تحتوي على الدهون لأنها تقلى في الزيت وتحتوي على كثير من الملح، إذن هذه أطعمة غير صحية. الصورة التالية أيضا لبطاطا وبرجر. نعم الأمر نفسه، البطاطا تقلى في الزيت تحتوي على كثير من الدهون وأيضا يوضع عليها الملح، فعندما تزيد عن حدها تكون ضارة بالجسم. والصورة الأخيرة هي البيتزا. أيضا البيتزا يا شباب يوضع عليها كثير من الأملاح واللحوم المصنعة التي تحتوي على الدهون وعلى الأملاح الزائدة، وهذه قد تكون ضارة بالجسم إذا زادت عن حدها. إذن يا شباب كل هذه أطعمة غير صحية، يجب أن يكون نظامنا الغذائي يحتوي على قليل منها، نأكلها ولكن بكميات قليلة جدا حتى نحافظ على صحتنا. ننتقل إلى هذه المجموعات يا شباب. المجموعة الأولى من الصور على اليمين في الأعلى، الصور لحلويات سواء كانت الدونتس أو الحلويات المشكلة. هذه الحلويات الشباب تحتوي على نسبة كبيرة جدا من السكر، تحتوي على سكريات، سكر كثير جدا. يجب أن لا نأكل منها إلا بكميات قليلة لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السكر، وهذا غير صحي وضار بجسم الإنسان. الصورة التالية أو المجموعة التالية لمجموعة من الوجبات السريعة والأشياء المقلية في الزيت، وهذه الأشياء تحتوي على نسبة عالية من الدهون لأنها تقلى في الزيت، تحتوي على نسبة عالية من الدهون. الصورة الثالثة أو المجموعة الثالثة من الصور هي صورة لبطاطا مقلية وأيضا الشيبس في الملح. هذه الأطعمة يا شباب تحتوي على نسبة عالية جدا من الأملاح أو الملح، وبالتالي إذا زادت عن حدها تكون ضارة بصحة الإنسان. يجب أن نأكل من هذه الأطعمة يا شباب بنسب قليلة حتى نحافظ على صحتنا. لا نأكل حلويات كثيرة، ولا نأكل دهون ووجبات سريعة كثيرة، ولا نأكل بطاطا مقلية بالملح كثير. نأتي إلى هذا النشاط يا شباب في الكتاب صفحة 17. أنظر إلى الصور ثم أناقشها مع زملائي. الصورة الأولى هي لبطاطا مقلية يوضع عليها كمية كبيرة من الملح، والصورة الثانية هي لصورة من نوع من الحلويات البانكيك ويوضع فوقها قطعة من الزبدة وأيضا يوضع سائل
يحتوي على كثير من السكر. أرسم دائرة حول المجموعات الغذائية المبينة في الصور. هل يوجد في هذه الصور شباب شيء من مجموعة الفواكه والخضروات؟ نعم يوجد البطاطا، أحسنتم، إنها من مجموعة الخضروات. إذا أضع دائرة حول هذه المجموعة. هل يوجد منتجات ألبان؟ لا أرى أي منتجات ألبان. إذا لا يوجد، لا نضع دائرة. هل يوجد حبوب؟ نعم يوجد. هذه البانكيك أو الحلويات هذه تصنع من الدقيق، والدقيق مصنوع من القمح، والقمح هو من الحبوب، إذا يوجد حبوب. هل يوجد لحوم في هذه الصورة يا شباب؟ لا، لا يوجد لحوم، إذا لا أضع دائرة. هل يوجد دهون؟ نعم، البطاطا المقلية تقلى في الزيت، والزيت من الدهون، وأيضا هذه الحلويات البانكيك يوجد فوقها قطع من الزبدة، والزبدة من الدهون، إذا يوجد دهون. السؤال التالي: هل تظهر هذه الصور أطعمة صحية؟ هل هذه الصور يا شباب تظهر أطعمة صحية؟ نعم أم لا؟ أحسنتم، لا، هذه أطعمة ليست صحية، ويجب أن نقلل من تناول هذه الأطعمة. السؤال التالي: أرسم دائرة حول المفردات الصحيحة في الجمل الآتية: تحتوي هذه الأطعمة على كمية قليلة أم كثيرة من الدهون؟ أحسنتم، تحتوي على كمية كثيرة، يوجد زيت في البطاطا ويوجد زبدة في الحلويات. السؤال التالي: تحتوي هذه الأطعمة على كمية قليلة أم كثيرة من الأملاح؟ تحتوي على كثير من الملح، انظر إلى البطاطا، تحتوي على كثير من الملح، إذا كثيرة. السؤال الأخير: تحتوي هذه الأطعمة على كمية قليلة أم كثيرة من السكر؟ تحتوي، أحسنتم، على كمية كثيرة من السكر في هذه الحلويات، كمية كثيرة من السكر. ننتقل إلى النشاط الثاني رقم 2: ما الغذاء الموجود في الأطعمة المصنعة؟ أمامك كريمة البندق مع الكاكاو، نوع من الحلوى مثل النوتيلا. أذكر المكونات التي تحتويها علبة الشوكولاتة. تحتوي أولا سكر وزيت نباتي وبندق، وماذا أيضا؟ تحتوي على زيت الكاكاو وأيضا حليب قليل الدسم، حليب. السؤال التالي: اذكر ما إذا كان تناول الكثير من الشوكولاتة جيدا لصحتي. نعم أم لا؟ إذا تناولت الكثير من الشوكولاتة هل هو يصبح جيدا لصحتي؟ لا، أحسنتم، لا يصبح جيدا لصحتي، يجب أن آكل القليل من الشوكولاتة. إذا يا شباب نصل إلى نتيجة: ينبغي أن يحتوي النظام الغذاء الصحي على القليل من الدهون أو السكر أو الملح. الأشياء هذه يا شباب، الأطعمة التي تحتوي على دهون كثيرة أو سكر كثير أو ملح كثير، يجب أن لا نأكل منها بكميات كبيرة، نحاول أن نقلل أكل هذه الأطعمة. نأتي لهذا السؤال يا شباب: أرسم دائرة حول الأطعمة التي ينبغي أن أختارها كوجبة خفيفة. مثلا يا شباب تناولت طعام الغداء وبعد ساعة أو ساعتين شعرت بالجوع، تريد أن تأكل شيئا خفيفا، ما الذي يفضل أن تأكله؟ هل تأكل الصورة الأولى الموزة، وهي طبعا من مجموعة الفواكه ومفيدة للجسم، أم الصورة الثانية قطعة من الشوكولات أو الشوكولات وهي تحتوي على نسبة كبيرة طبعا من السكر، أم تتناول الصورة الثالثة البطاطا المقلية في الزيت؟ أحسنتم، نختار الغذاء الصحي الذي هو ينتمي إلى مجموعة الفواكه وهي الموزة، تأكل موزة لكي تفيد جسمك. طبعا لا أكل قطعة من الشوكولاتة لأنها تحتوي على الكثير من السكر وربما تضر بصحتي، والأمر نفسه بالنسبة للبطاطا المقلية في الزيت تحتوي على دهون وتحتوي على ملح كثير، إذا يفضل أن آكل شيئا صحيا وهي الموزة. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم، وإلى لقاء يتجدد إن شاء الله في الأسابيع القادمة. شكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.